أهلا بيك. جميل إن الإنسان يكون بيتفرج على فيلم أو مسلسل بيتكلم عن حاجة هو عارفها قبل كده، ومعنى إنه عارفها قبل كده يعني قرا عنها، وده اللي حصل معايا وأنا بتفرج على مسلسل حديث الصباح والمساء المقتبس عن رواية بنفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ، وافتكرت إني كنت شارية الرواية من معرض الكتاب زمان، وحسيت إني مشتاقة أرجع أقراها من تاني، وده اللي خلاني أقرر في الحلقة دي أتكلم معاكم عن أهمية القراءة بالنسبة لينا كلنا. واسمع مني، كلنا عارفين إن القراءة هي أهم تنمية معرفية وفكرية بتحصل للإنسان وبتقوي فكره وثقافته. القراءة قادرة على تفتيح عقل الإنسان وبتخليه قادر على فهم الحياة بشكل أفضل، وممكن تكون أفضل عادة يتعود عليها الإنسان لأنها بتنمي أفكاره وبتخليه مفيد لنفسه ولبلده. من جماليات القراءة إنها بتخلق لك عالم تاني غير اللي أنت موجود فيه، بتعيش مع القصة والحدوتة وبتحب أبطالها كأنهم أصحابك بالظبط، أو ممكن تكون أنت البطل بتشوف الكلام المكتوب في خيالك على أنه حقيقة عايشها، عشان كده بتزعل قوي لما بتخلص. وهنا هحكي لكم حكاية. طبعا كلنا عارفين رفعت إسماعيل، الشخصية الرئيسية في سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق. وشخصية رفعت إسماعيل بالتحديد كل قراء السلسلة كانوا مرتبطين بيها ارتباط غير طبيعي، وده اللي خلى مؤلف السلسلة الدكتور أحمد يتردد كتير إنه ينهي السلسلة، لكن في النهاية خد القرار، وفي آخر قصة رفعت إسماعيل اتوفى وكل القراء زعلوا عليه جدا وكأنه حد من أهلهم حرفيا، لدرجة إن في مجموعة من القراء نزلوا نعي لشخصية رفعت إسماعيل في الجرايد، ومجموعة تانية قرروا إنهم يعملوا عزا رفعت إسماعيل وعملوا حفل تقبيل وعزموا المؤلف شخصيا وحطوا في قاعة العزا صورة كبيرة بشريطة سودة لشخصية رفعت إسماعيل، وده اللي خلى دكتور أحمد خالد توفيق قاعد في العزا مصدوم وفخور من نجاح الشخصية ومش عارف يقول إيه، وما كانش مصدق إن الناس بتيجي تسلم عليه وتعزيه شخصيا في رفعت إسماعيل. وعلى قد ما كان مصدوم من اللي حصل، بس كان مبسوط إن الناس ما هجمتهوش وقالت له يا قاتل رفعت إسماعيل. شفتوا بقى القراءة ممكن توصل مشاعر وأحاسيس صادقة للقراء قد إيه، لأن القراءة متنفس للناس من الحياة ومشاكلها وهمومها. يلا لم يفوت في الحديث لا عندناش حاجة مستحيلة. والقراءة بالنسبة لنا كلنا شيء مهم، وعشان كده عملوا معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي من خلاله بنقدر نشتري الكتب ونحضر ندوات ثقافية وفنية، واللي بدايته كانت سنة 1969 لما قرر وزير الثقافة ثروت عكاشة بالاحتفال بالعيد القومي للقاهرة عن طريق إقامة معرض الكتاب، وكلف الباحثة والكاتبة سهير القلماوي بالإشراف على إقامته، وبيعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض في الشرق الأوسط وكمان في العالم. وفي سنة 2006 حصل المعرض على المركز الثاني بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. في البداية كان المعرض بيقام في آخر شهر يناير من كل سنة في أرض المعارض في مدينة نصر لمدة 12 يوم، ومن خلالها بتشارك دور نشر مصرية وعربية وأجنبية في المعرض. وفي سنة 2019 وتحت إشراف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تغيير مكان معرض القاهرة الدولي للكتاب من المكان القديم في أرض المعارض لمركز مصر للمعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، وتم العمل على تعديل وإصلاح كل حاجة من مكان وتنظيم وندوات عشان يعود علينا بالراحة لما نروح هناك. وكمان الدولة وفرت خطوط نقل عام مخصوصة للزائرين عشان تسهل عليهم حركة التنقل، وبسبب وباء كورونا تم تغيير الميعاد السنة دي عشان يقام في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو. وكمان قررت اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب إقامة كل الفعاليات الثقافية والفنية على المنصة الإلكترونية ما عدا حفل جوائز المعرض، وطبعا مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لحماية كل زوار المعرض. ولأن القراءة شيء مهم وأساسي في حياتنا، الدولة بذلت أقصى مجهود إنها تخرج فعالية زي معرض القاهرة الدولي للكتاب في أحسن صورة ممكنة. واسمع مني، لازم كلنا نهتم بالقراءة ولازم ننمي فكرة أولادنا وثقافتهم من خلال الكتب، وبكده نبقى ضمننا إنهم هيطلعوا جيل يفيد نفسه وبلده. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب.